اليوم نذكر استشهاد ريهام يعقوب احدى ناشطين البصره التي كانت تدافع عن حقوق المراه في البصره ولها نشاط عده في دعم الفقراء والمؤسسات الخيريه. ريهام الله يرحمها ماتت بشارع التجاري، يوجد نجدات، يوجد لماذا لا يوجد محاسبه لهذه القوات الامنيه اللي كانت موجوده؟ الشهيده ريهام كانت فعاله في الساحه البحريه، كان لها دور نشيط بالساحه، كان لها العديد من الهتافات في ساحة البحرية، كانت مؤثرة في الفئات النسوية. طبعا ريهام كانت من الناشطات النسويات اللي معروفة في محافظة البصرة، كانت أكثر مطالباتها لحقوق المرأة، امرأة كانت بمعنى الكلمة تطالب بالحقوق وتخرج ضد الباطل، لكن أياد الغدر نالت من ريهام. أما من قضية بخصوص قضية التحقيق، للآن لم نرى تحقيق جدي بقضية اغتيال ناشطة ريهام.